ولمزيد من الفهم والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف محمد عبد الرازق الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات. أستاذ محمد أهلا بك. أهلا بحضرتك يا فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بك. ما أهمية التوازي بين المسارين الإنساني والدبلوماسي في سياسة مصر تجاه أزمة غزة؟ مصر في العمل على في كل أبعاد القضية الفلسطينية ولا سيما التصعيد الجابي والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تعمل على مختلف المستويات. عملت على المستوى الإنساني بضرورة الإنفاذ العاجل والفوري للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ذلك جنبا إلى جنب مع التنسيق والتشاور مع مختلف القوى الإقليمية والدولية للتوصل إلى تهدئة بين الطرفين بما يسمح بأولا تحقيق هدنة إنسانية لإدخال المساعدات، ثم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يسمح بعد ذلك بفتح المجال لمفاوضات أو التشاور بشأن استئناف عمليات السلام. التوازي بين المسارات الإنسانية والدبلوماسية لمصر ربما هو ما أسهم بشكل فعال في ربما تغير المواقف الدولية إزاء التصعيد الجاري في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتغير أو الانطلاق من التأييد الكامل لإسرائيل في حقها كما ترى في الدفاع عن نفسها إلى الإدانة للممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة لا سيما بعد قصف المستشفى الأهلي المعمداني، بل وتخصيص أو زيادة المخصصات المالية للمساعدات الإنسانية إلى القطاع على النحو الذي رأيناه في زيادة المخصصات لدى الاتحاد الأوروبي إلى 75 مليون يورو، أو على النحو الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن بتخصيص نحو 100 مليون دولار للمساعدات. ولذلك تستمر الجهود المصرية في العمل على إنفاذ هذه المساعدات على النحو الذي ظهر اليوم في حتى المؤتمر الصحفي الذي عقده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش أمام معبر رفح للتأكيد على أهمية إدخال المساعدات والتأكيد على حيوية ومركزية الدور المصري فيما يتعلق بالتصعيد الجاري والعدوان على قطاع غزة، بل وتأكيده أن مصر هي عمود السلام وأنها هي الدولة الوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف في الأراضي المحتلة. طبعا وإحنا بنفكر في السيناريوهات ما بعد القمة، قمة القاهرة للسلام، بنحاول نفكر في أفضل السيناريوهات. فماذا لو استمعت إسرائيل لصوت العقل؟ وعندنا طبعا نموذج ناجح جدا وهو منتدى غاز شرق المتوسط اللي بيضم في عضويته السلطة الفلسطينية وإسرائيل. إلى أي حد يعني يمكن أن تنعقد الأمال على تغير موقف إسرائيل؟ الرؤية الأكثر تفاؤلا فيما يتعلق بمخرجات قمة القاهرة للسلام هو قبول الأطراف كافة سواء الحاضرة للقمة التي تمثل نحو 31 دولة وثلاث منظمات إقليمية دولية باستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط، وقبول إسرائيل بهذا الأمر واستئناف بالفعل عملية السلام المتوقفة منذ سنوات طويلة. ربما المؤتمر الأخير الذي شهدناه لمناقشة عملية السلام على نحو موسع مثل قمة القاهرة للسلام المقرر عقدها غدا كانت قمة باريس للسلام عام 2017، ومن ثم هناك سنوات طويلة تجمدت فيها كل مباحثات عملية السلام، وهو ما أسفر عن أن تشهد منطقة الشرق الأوسط ولا سيما على فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية جولات متوالية من التصعيد والدوران في حلقة مفرغة من التصعيد والتصعيد المضاد الذي لا يسفر إلا عن المزيد من سقوط الضحايا من الجانبين واستمرار تدمير المنشآت والخسائر الاقتصادية. إذا ما تحدثنا عن إسرائيل على النحو الذي شهدناه بعد عمليات طوفان الأقصى، هناك خسائر بشرية، هناك خسائر سياسية، هناك خسائر جيوستراتيجية، هناك خسائر على كافة المستويات لإسرائيل جراء اتساع دائرة العنف في هذه المرحلة وعملية المقاومة بطوفان الأقصى. ومن ثم إذا نظرت إسرائيل ورأت إلى الأمور برؤية رشيدة ستجد أن استئناف عمليات السلام والتوصل إلى تفاهم يسمح به أو يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمة القدس سيخدم مصالحها الاستراتيجية في المقام الأول قبل مصالح الفلسطينيين. النموذج الذي رأيناه مع اتفاقات السلام التي عقرتها مصر مع إسرائيل أو تلك التي اتفاق وادي عربة الذي عقرته المملكة الأردنية الهاشمية مع إسرائيل، جنت إسرائيل وجنت مصر والأردن بالفعل
ثمار هذه الاتفاقات وأرست عملية استقرار في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي إذا أرادت إسرائيل أن تحدث لديها استقرارا على المستوى الداخلي وأن تجنب نفسها المزيد من عمليات المقاومة في المستقبل، فإن مصلحتها الأساسية تتركز في الوصول إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين يسمح لهم بإقامة دولتهم المستقلة. طب لو حنفكر بالعكس يا أستاذ محمد، وهنتأمل في سيناريوهات ربما سلبية إذا لم تستجب إسرائيل صوت العقل واستمر التصعيد، ما الخسارة التي سيجنيها الشعب الإسرائيلي؟ إذا ما تحدثنا عن الخسائر كما قلت مسبقا منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الجاري، الخسائر الإسرائيلية ممتدة على كافة القطاعات. إذا ما تحدثنا على المستوى الاقتصادي نجد أن التقديرات في الداخل الإسرائيلي تشير إلى أن تكلفة العملية السيوف الحديدية التي أطلقتها إسرائيل ردا على عملية طوفان الأقصى والتكلفة المباشرة للعمليات المقاومة في الداخل الإسرائيلي والمستمرة حتى الآن خلال إطلاق الصواريخ باتجاه المستوطنات والمدن الإسرائيلية المحتلة قد تصل إلى نحو 27 مليون شيكل. إذا ما جنبنا الاعتبارات الخاصة بتمدد أو إطالة أمد العمليات العسكرية، وبالتالي قد تفوق التكلفة المباشرة وغير المباشرة الاقتصادية على إسرائيل هذا المبلغ بكثير. إذا ما تحدثنا على المستوى السياسي فإن عملية طوفان الأقصى قد جاءت في ظرف دقيق في السياسة الداخلية الإسرائيلية إثر المظاهرات والاحتجاجات التي عمت إسرائيل لشهور إثر خطة الإصلاح القضائي التي طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وائتلافه الحكومي، ومن ثم جاءت هذه العملية في لحظة ضعف شديدة في الداخل الإسرائيلي وخلفت أو أنتجت ضعفا مركبا في الداخل الإسرائيلي، وضع الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو في موقف شديد الضعف داخل إسرائيل، أفقده الكثير من شعبيته التي تهاوت بالفعل خلال الشهور الماضية، وهو ما جعله يتجه إلى توسيع ائتلافه الحكومي ليشمل أطرافا أخرى في المشهد السياسي الإسرائيلي لمحاولة لملمة هذا المشهد. إذا ما تحدثنا عن المستوى العسكري فإن عملية طوفان الأقصى قدرت أنتجت أو أظهرت فشلا أمنيا واستخباراتيا وعسكريا كبيرا داخل إسرائيل، ولا تزال العمليات الفلسطينية مستمرة حتى الآن من خلال إطلاق الصواريخ، ومن ثم الفشل والخسائر العسكرية ستتواصل إذا ما استمرت العمليات العسكرية. يضاف إلى ذلك أن إسرائيل إذا أقدمت على إطالة أمد عملياتها العسكرية وتنفيذ ما تشير إليه الكثير من التقارير وحتى أحاديث المسؤولين الإسرائيليين بتنفيذ اجتياح بري لقطاع غزة ستتكلف خسائر بشرية في القوات المهاجمة باهظة وكبيرة للغاية بالتأكيد. ستكون لها تداعياتها على المشهد في إسرائيل. محمد عبد الرازق الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.